في صفحة 106 الخطوات والعمليات، دائرة بها أدوات القارئ وخطوات القارئ وعمليات القراءة. أدوات القارئ معجمية ونحوية وبلاغية وثقافية. خطوات القراءة استطلاع النص، القراءة حول النص، القراءة للفهم والتفسير، القراءة للتحليل والتقويم. عمليات القراءة تشمل تحليل البنية الفنية، تحليل معنى النص وثقافته، تحليل البنية البلاغية. تلك الخطوات والعمليات لقراءة. ثم ننتقل بعد ذلك إلى خطوات قراءة النص، وتشمل استطلاع النص، العمليات قراءة النفس الواحد وما يفعله القارئ محدد لديك في الجدول على اليسار، القراءة الصامتة السريعة، القراءة الجهرية، ومن الخطوة الثانية القراءة حول النص، وتشمل العمليات البحث. من القراءة الاستطلاعية سنحدد بعض الأمور محددة في ألف وباء عندك. ثم ننتقل بعد ذلك إلى القراءة المتأنية للفهم والتفسير، والعمليات تحليل البنية الفنية للنص وما يقوم به القارئ من عدة أمور. يلخص البنية الفنية موضوع النص، العواطف، الأهداف، ثم تحليل المحتوى الثقافي. ثم بعد ذلك أن الخطوة الأخيرة قراءة متأنية للتحليل والتقويم، ومن عملياتها تحليل البنية البلاغية للنص وما يفعله القارئ، تحليل الأسلوب، يشمل ثلاثة عناصر: نظم الجملة، الموسيقى اللفظية، الصور. وإذا انتقلنا إلى صفحة 108 نشاطات التعلم لتحليل بنية النص الفنية، حدد نوع النص، تذكر عناصره الفنية، حدد من النص ما يمثل تلك العناصر. لدينا جدول التدريب الأول، لخص العناصر الفنية للأنواع الأدبية التالية: النوع الأدبي المربع الأول، ثم عناصره الفنية. الوصف هنا الوصف الوجداني، الأحاسيس والانفعالات التي يعبر عنها الأديب، وصف حسي، مرئيات، مسموعات ومشمومات. ثم المذاقات، المقال وهو عبارة عن مقدمة موجزة مناسبة مشوقة تكون مدخلا للعرض وممهدة له. العرض سلسلة من الأفكار الرئيسة وتفصيلاتها الجزئية. الخاتمة خلاصة مركزة لما ورد في النص. القصة مقدمة وعرض وشخصيات وأحداث وزمان ومكان وحبكة فنية، ونعني بها العقدة ثم الحل بعد ذلك. ننتقل إلى التدريب الثاني، صفحة 108. هناك بعض الفنون الأدبية كما نراها في الجدول، بعضها يشترك في بعض الأمور وبعضها قد لا يشترك، هناك صفات مشتركة وصفات غير مشتركة. المحافظة على إيقاع وزن محدد ينتظم النص جميعه، طبعا خطأ لأن يتصل بالشعر فقط. التعبير عن الظواهر والأشياء والأفكار والأحداث صفة خاصة، صفة عامة مشتركة بين معظم الفنون. الاهتمام بالشخصيات والأماكن والأحداث صفة خطأ طبعا لأنها صفة تختص بالقصة. الاعتناء بالأسلوب وتوظيف جماليات اللغة والبلاغة والإقناع والتأثير خطأ لأنها صفة خاصة بالخطابة. إعطاء معلومات حقيقية عن المجتمع والشخصيات التي يصفها الأديب ليست صفة مشتركة، يعني هنا خطأ لأنها خاصة بالمذكرات الأدبية. استخدام الحوار والصراع بين الشخصيات. لو انتقلنا إلى صفحة 109 يا أبنائي، نجد الشاعر الأمير عبد الله الفيصل يقول: غربتي غربة المشاعر والروح، وإن عشت بين أهلي وصحبي أزرع الود والحنان وأسقي،
واحة الحب من روافد قلبي، فأرى الشك والجحود وألقى ناتئات الأشواك تملأ دربي. نجد هنا عاطفة الحزن تسيطر على الشاعر، لأنه يزرع الحب والود ولا يلقس والجفاء والصدود. علينا أن نكتب الإجابات في المكان المحدد له. شاعر آخر في النموذج باء وهو يحيى توفيق: الليل يضنيني بطول سكونه، الليل يضنيني بطول سكونه، فأذيب باللذات ليل عنائي، حتى إذا لاح الصباح بنوره خاصمت لذاتي وطال بكائي. يا رب عفوك قد مللت، فتوبة تمحو بها إن شئت كل شقائي. عاطفة الندم، لأنه يتنعم باللذات ثم يندم على ما فعل. نموذج جيم يقول أعرابي: ألا يا سمية شب الوقود، لعل الليالي تؤدي يزيدا، فنفسي فداؤك من غائب إذا ما المسارح كانت جليدا. كفاني الذي كنت أسعى له، فصار أبا لي وصرت الوليد. عاطفة الشوق لمن يحب بعد انقضاء الأيام. هناك نص صفحة 110، موضوع النص نقد بعض الظواهر السلبية في المجتمع، ولهذا النص فكرة عامة وهي: لما تقولون ما لا تفعلون. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الأفكار الرئيسة التي وردت في النص، الظواهر الاجتماعية ومنها التناصح، الوطنية، وحب الظهور، كذلك المشاكل الحقيقية في المجتمع، والنقطة الثالثة كيفية التصدي لهذه المشاكل. النقطة الثالثة معاني ضمنية: كن أكثر صراحة من الكاتب، صرح بالصفات التي يمكن إطلاقها على هذه الفئة كما تفهم من النص. يعني هناك صفات معينة سنطلقها على هذه الفئة، كالنفاق والرياء وحب التظاهر وما إلى ذلك، النفاق والرياء، الأنانية وحب الذات.